في هذه لحظات انطلاقة الشوط التاسع للبكار اللي في أول مراكز هذه مزاحمة للسيد سعيد بن محمد الخيارين في أول مراكز. أما في ثاني المراكز اللي هي غزالة للسيد محمد بن ظافر الدوسري في ثاني المراكز. في ثالث المراكز وعد للسيد محمد بن دايل النعيمي في ثالث المراكز في هذه اللحظات. ولكن خلونا مع هذه المزاحمة للسيد سعيد بن محمد الخيارين وهالي الخرسعة في مساء هذا اليوم الناموس لهالي الخرسعة على فوز مزاحمة بعدة أشواط مع مزاحمة ومزاحمة للسيد سعيد بن محمد ومزاحم للسيد سعيد بن محمد الخيارين في أول المراكز. أما في ثاني المراكز اللي واصلة في هذه اللحظات هذه غزالة للسيد محمد بن ظافر الدوسري. واصلكم محمد بن ظافر الدوسري أهالي النصرانية يبي يرسل السلامات لأهالي النصرانية في هذا المساء. أما في ثالث المراكز اللي واصلة هذه وعد للسيد محمد بن دايل النعيمي. واصل في هذه اللحظات السيد محمد بن دايل النعيمي في ثالث المراكز. ولكن مزاحمة من الجانب الأيمن في هذه اللحظات وتسللت من العمق هذه غزالة للسيد محمد بن ظافر الدوسري اتسلل انتزع المركز الأول. ومن الجانب الدوني في هذه اللحظات هذه وعد ووعدك يا محمد يا بن دايل النعيمي بالناموس وبالمركز الأول في هذا الشوط الشوط التاسع للبكار. وصلت في هذه اللحظات هذه وعد انتزعت المركز الأول. تهانينا والناموس للسيد محمد بن دايل النعيم على فوز وعد بالمركز الأول في ثاني المراكز اللي هي غزالة للسيد محمد بن ظافر الدوسري. في ثالث المراكز اللي هي مزاحمة للسيد سعيد بن محمد الخيارين.